عمار يا مشمش، كل سنة وانتم طيبين. ده موسم العمار. هو المشمش معروف ان مشمش موسم العمار، مشمش العمار وبس. اللي ما ياكلش مشمش العمار ما ياكلش مشمش. انا بستنى موسم الحصاد دوت عشان بننقي المشمش وبناخده، بناخد فلوسه وبنعمل مثلا بنحوشه وننزل نجيب اللي احنا عاوزينه ونجيب هدوم اللي احنا عاوزينه. انا بحب مشمش العمار قوي هنا عشان الطعم بيبقى غير اي طعم مشمش تاني. الحمد لله السنه دي انتاج مشمش ما شفناهوش العمر كله. السنه دي الحمد لله موسم مش هيكرر تاني عشان العوامل الجويه اللي حصلت السنه دي. السنه دي وقت النواره الشجر ما شافش الشمس خالص، فعشان كده الحمد لله في رزق السنه دي جامد. مشمش العمار هنا كل واحد بيختلف بس في حاجه واحده اللي هو الحجم. هنا ما فيش هرمون، ما فيش الكلام ده خالص. هنا كل العمار كلها مشمش واحد اللي هو مشمش العمار. نوعين بس اللي بيختلفوا، حاجه اسمها مشمش حموي اللي هو النقايه من جوه تتكسر وتتاكل عامله زي اللوز، وتاني حاجه اللي هي الحبايه البيضاء. حبايه العمار انا بيع الكيلو فيها بقى ب 10 او ب 12 جنيه. احنا هنا بنبتدي من الساعه 7 الصبح لغايه المغرب لحاجه واحده مشمش العمار. ادام الحبايه دي استوت ما ينفعش ابيتها لتاني يوم، لازم تتقطف في نفس اليوم على الشجره على طول. في ميزه حلوه هنا في قريه العمار جامد جدا، جيتي شهر المشمش ما تقدريش تفرقي بين الفلاح والدكتور والمهندس. كله لابس الجلابيه اللي احنا بنجمع بيها، كله لابسها. استحاله تقولي دي دكتور او مهندس او فلاح. كلنا كده زي بعض هنا في موسم المشمش، كله بيجري على المحصول بتاعه يلمه. بنقول عليه الذهب الاصفر عشان شكله، بالنسبه لنا الذهب الاصفر وبالنسبه لنا المحصول الرئيسي بتاع البلد. نعتمد عليه في كل حاجه، اللي بيجهز شقه، اللي بيجوز ابنه، اللي بيوضب بيت، اللي بيبني اي حاجه. اعتماد على ربنا اولا ثم بعد كده محصول المشمش. تيجي تكلمي اي حد يقول لك في المشمش، عشان خاطر عمر المشمش ما يكملش معايا هنا 15 يوم. يعني ما دوبك تاكلي اكله وتاني يوم تقولي المشمش خلص. عشان كده المثل طلع يقول لك ايه في المشمش.